يعطيك العافيه. ربي 45 نفس الشهر ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الامور طيبه، الامور طيبه. وكان ودنا والله نتلاقى معاك، كان ودنا نتلاقى معاك، لكن يلا عذرك معاك ان شاء الله، وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الامور طيبه يا ياسر. 9 كيلو 2 يانكي مايك الفا 61 برافو كيلو، الفا 61 برافو كيلو، الفا 41 اوسكار اوسكار على 9 كي 2. الامور طيبه والله ابو خليفه، الامور على ما تحب. خلينا نشوف الدكتور 9 كي 2 دي اكس 9 كي 2 ام، صباحك الله بخير. محمد يطول بعمرك، كيف حالك دكتور؟ طيب ان شاء الله. الامور جدا طيبه والله الحمد. 5758 دكتور، امورك طيبه؟ الله يعطيك العافيه. الحمد لله بخير وعافيه. شو اخبار؟ شو امورك؟ والله استانسنا صراحه، يعطيهم العافيه الشباب، استانسنا. وجلسه الجمعيه كانت حلوه صراحه. ومره الجايه بنيكم يوم الثلاثاء ما شاء الله، يقولون يوم الثلاثاء الجمعه تكون كبيره ما شاء الله في الجمعيه. رجل يا رجل صحيح، الديوانيه عندنا يوم الثلاثاء صحيح، وتلتقي بعدد كبير ان شاء الله من الاخوان. تكلمت حمد، صار اتصال بيني وبينه عقب ما مشيت تقريبا يوم الاحد، واعطاني العلوم كلها. اتمنى انك مبسوط يا اخوي ان شاء الله قاعد. روجي روجي، لا الحمد لله الشباب ما قصروا صراحه، استانسنا. وابو خالد ما قصر، ابو خالد وليد كي اوسكار كي اوكي ما قصر بعد، ما خلانا مكان ما صرنا. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. وين موجود حمد ما شاء الله حاليا روجي؟ انا والله في البيت حاليا، في البيت لانتينا باتجاه ولا مجبور بندر مال الفيشكراف، وتقريبا 300 الى 400 واط. روجي روجي، لا يعطيك العافيه ما شاء الله يعطيك العافيه. والله انا يوم قلت لي انك في الجزيره، انا توقعت انك شغال دي اكس من هناك، قالوا لي لا رايح قمص، رايح صيد. روجي روجي روجي، اول مره من طلعت الترخيص اروح من غير جهاز، ولا انت نافي شغلك كله موجود هناك، عندي شنطه محاطيه حق البورتبل اذا كنت بروح هناك. جهاز هو 756 برو الامبليفاير اللايكن بعد اللي 2 كان، هذه العده اللي موجوده وياي الانتين هناك، عندي فيرتيكال وعندي دابل وشغال ممتاز. بس هالمره رايح كذي، راح التجمام مثل ما يقولون قاعد. روجي 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 روجي، لا يعطيك العافيه. ان شاء الله كانت رحله سعيده، ان شاء الله ان شاء الله استانس فيها، وان شاء الله باذن الله المرات القادمه نتلاقى معاك ان شاء الله. والله لك وحشه صراحه من شوفه الاردن، ومن شوفه الاردن ما تلاقينا معاك، لك وحشه والله. ان شاء الله نتلاقى معاك على ما قريب ان شاء الله، تمر علينا هني ولا نمر عليك يا سروجي.